السلام عليكم سي مصطفى. خويا واش مرحبا بك ولا مرحبا بنا عندك؟ مرحبا بيوم مرحبا بكم عندي بجوج عوده ميمونه بعد الخشبه ديال الحمد لله. الحمد لله سي مصطفى، لينا الشرف باش نستضيفك اليوم. الشرف لي حتى انا نتلاقى بكم. غيبه هذه يا سي مصطفى. غيبه غيبه. واش نقول لك، المهم هادشي اللي كتب وصافي. ياك هادشي اللي عطانا، هادشي اللي عطانا سي مصطفى. كاينين الفنانين اخرين يدوزوا عاود يدوزوا، حنا ولكن مصطفى كيبقى هو مصطفى. واخا كنبقى انا مصطفى حتى انا كنخلي الفراغ للفنانين اخرين اللي عندنا هنا، حتى هما عندهم حق يدوزوا. الشعور ديالك سي مصطفى التواجد ديالك في الفيصل. لا واحد الشعور كبير، يعني هادي من 2013 انا ما طلعتش المهرجان. 2013 دابا راه 14 عام ولا ما عرفتش شحال. 2013 10 سنين. 10 سنين تماما والكمال. نعم. السبب علاش؟ واش انت ما بغيتيش تطلع ولا هما؟ لا هما ماشي نسيان لا هما ما عيطولياش، ولكن السبب ما غاديش نصرح به. يعني سي مصطفى جوج قصير جديني خص مزير. هو سير بالنسبة للنظا الإنتاج المحلي مدن غاتيني خاص. ما خونش ديال الدومين نش واحد ياك مجموعة اتصل الفنانين ديال غانج جديد الاذواق الانسان على حسب عاوتاني خدمتي الدكان ما مش. لا ودي تعجب شانش ودي تعجب شي، تمني غاد بان شان الشباب، يعني انا نحتار من تمازيغ فن غتحتار من غنج شويه شي كلمات تريم محترمه محتشمه رغم وجني ودا نتصرف نشانش نخصي يجنوا ورا السيو ضد يعني الفئات الصاعده الشباب اللي كاع جديد نزيد نعطيني نشتق كود غاصني جنت بريت الساق غاصني مار من غكم حافظم خلو غنوم حافظم في مازيغ تنوم، يعني خصك نوت السيو ضد وتجيبو ازي سطيح. انت الفنان خصها دي غنج محترم، دي غنج كلمات يعني وارن يزران محترمين ويتغنج بوس الفحش قديني وذا تغنج حشومه حشومه هي ورنا دي فوز قموم الفنان. الفنان ويتوب الصوت يتوي الشخصية وتصن صفات ديني الجديد وديني الجدد ان شاء الله. يجن ثلاث ايام مني ان شاء الله. يجن ثلاث ايام. خويا مصطفى شنو السر ديال الحب ديال المغاربه؟ السر ديال الحب يعني المحبه كيديرها ربي سبحانه وتعالى، فهمتي؟ وانا عندي واحد الجمهور، يعني بالنسبة للغة ديالي اللي كنهضر انا الريفية، عندي واحد الجمهور يعني ما يتصورش، فهمتي كيفاش؟ ماشي على الاغاني، يعني كاينين الناس كيحبوني اغاني، كاينين الناس كيحبوني بالتواضع ديالي، كاينين الناس كيحبوني بالشخصية ديالي، يعني فهمتي؟ الرسالة ديالك اليوم؟ الرسالة ديالي هي كنبلغ لهم واحد السلام من أعماق القلب، السكوت غاصني نزيد السلام مزيرة تجاوبني. سي مصطفى بالنسبة إزري مازيغ اللي غار منيج مازيغ ما سنيني يوض غار مغرب مارا، يعني مارا تسلا ناس النوعة من ذوق الأغاني شير مازال عام لا يوض إن شاء الله نشي نسيوض في الجنش يسيوض ميزرية مازيغ تسر ياسر المغربي كار نشكري شكفو الجنش الله يرضي شكرا. اسم مفتقد، يعني واحد الاسم شنو اسم نقص للساحة الفنية اسم افتقدنا اسماء ماشي غير اسم معين اللي افتقدناه. يعني باش نقول لك معين يعني خصني نقول لك نقول لك اسماء، لو كان واحد الاسم نقول لك اسم معين. افتقدنا المرحوم فنان رابح سلام، افتقدناه بزاف، كان واحد الفنان يعني في المستوى كلماته يعني وصلات. وافتقدنا السلام الريفي، وافتقدنا رشيد الناظوري، يعني هادو فنانه يعني عطاو اللغه الامازيغيه يعني وصلوها. تقدر وكنطلبوا معاهم الرحمه ان شاء الله في هذا النهار. تفضل